وللمزيد ينضم إلي من لندن أشرف العايدي، الرئيس التنفيذي لشركة انتر ماركت ستراتيجي. أهلا وسهلا بك أشرف مجددا. دعني أسألك بما هو راهن الآن، ما هو نوع الاضطراب الذي يمكن أن تضيفه وفاة زعيم كوريا الشمالية إلى حركة الأسواق المضطربة أصلا؟ نعم، من السؤال هل ابن القائد القديم يعني الكوري هل سيكون له نفس البرنامج المخاطر هذه في منطقة آسيا على القطاع النووي. وطبعا فردت الفعل بالأسواق يعني بعد الإعلان هذا، طبعا كان هناك uncertainty ولا عدم يعني نوع من الثقة، فطبعا ردة الفعل كانت في خسائر في أسواق آسيا وأسواق أوروبا، ولكن لا أعتقد أنه الإعلان هذا سيكون له دور على الأسواق كما مشكلة اليورو ومنطقة أوروبا والمخاطر في الصين وفي الولايات المتحدة. طيب أشرف، بالحديث عن اليورو دعني أسألك عن سبب الضجة اللي أثارها تراجع اليورو دون مستوى دولار 30، يعني ما الأهمية التي يمثلها هذا المستوى تقنيا مثلا؟ شفنا في 2008 و2010 كان في كثير هناك يعني خسائر في اليورو، ولكن الفرق الكبير بأزمة 2011 في اليورو انه هو الخسائر في اليورو تنطبق على مشكلة اليورو وعلى ما يدور في منطقة اليورو، ولا كما شكل كلي في شهوة المخاطرة كما كانت في 2008 كلما الأزمة كانت من الولايات المتحدة. وكان على المشكلة انه حان الوقت انه للبلدان هذه انها ستدفع ولا ستعوض القروض الكبيرة والفائض الكبير هذا. فهناك يعني مشاكل عدة، نوع من المشاكل انه في عندك بلدان مثل اليونان ومثل اسبانيا والبرتغال، انه بالرغم من كان هناك برامج الانقاذ اثنين الى اليونان، واحد الى ايرلندا وواحد الى البرتغال، بالرغم من 210 مليار من اليورو ما زالت هناك يعني عدم الشفافية وعدم القدرة الأسواق بأن هل هذه البلدان ستمكن أن تعوض القروض هذه في نفس الوقت لما العائد ولا سعر الفائدة على هذه القروض ما زالوا يذهب إلى يعني أرقام قياسية. وبنفس الوقت البلدان هذه مجبورة أن تشن برامج يعني تقشفية قوية وصعبة للبلاد، بنفس الوقت ليس هناك أي نمو في البلدان هذه. إذا بدك تفرض على ناس بتقولهم انه لازم تعوضوا الكريدت كارد تاعكم ولا لازم تدفعوا القرض بالعام هذا ولا بالشهر هذا، الناس هذول ولا البلدان هذه سواء كان خاص ولا بلد لازم يكون عنده نوعا من الارباح ولا نوعا من النمو، ولكن هذا ليس هو هذا يعني ليس هناك اي نوع من النمو في اسبانيا او في البرتغال او في ايطاليا. وبينما ومصدر المخاطر يعني الكبير في اوروبا انه المنطقه الاقوى وهي البلاد الاقوى وهي المانيا انها ستدخل الى مرحله ركود. فالسؤال انه بالرغم انه لما تدخل المانيا في مرحله ركود ماذا اين سنرى مصدر الارتداد ومصدر النمو في منطقة اليورو؟ طيب أشرف، يعني هذا يأتي على سؤال يتبادر إلى الأذهان. في 2011 الوضع تأزم إلى أقصى الحدود في أوروبا، ومع ذلك بقي نوع من الثبات على اليورو، يعني يشغل بال المتعاملين ولا إجابات عليه. إلى متى قادر اليورو أن يحافظ على مستويات الثبات؟ هل تعتقد بأنه سنرى في 2012 يعود إلى مستويات 2010؟ السبب الرئيسي لماذا اليورو جالس الآن على مستوى أعلى من مستوى 2010 اللي هو اللي كان دولار
2018 انه بالرغم من مشاكل اليوم اكبر واخطر، انه لانه في 2010 كان الدولار اقوى وكانت منطقه الولايات المتحده كانت اقوى. الان في عندك مشاكل في كل البلدان، فمن اجل اليورو انه يكون أسوأ الان يجب ان يكون أسوأ مقابل عمله التي تكون احسن، وذلك لم يكن. والان الخيار ليس هناك يعني الكثير من الخيارات. السؤال انه الان الاسواق تراقب البنك المركزي الأوروبي، وهل البنك المركزي الأوروبي سيتدخل بطريقة التيسير الكمي، بطريقة أنه لما يشتري السندات الخزانة الأوروبية لن بعد أسبوع ولا أسبوعين سيجعل السيولة هذه في الأسواق ولن يقلص ولا لن يأخذ السندات من السوق، كما فعله البنك المركزي الأمريكي في تيسير الكمي الأول والثاني، وهو الكوانتيتيف إيزينج، وهو شراء السندات وجعل السندات هناك. البنك المركزي بينما إنه هو يأخذ السيولة هذه بعد أسبوع أسبوعين، وطالما إنه يفعل ذلك إنه يأخذ ولا إنه ينقص من هذا النتيجة هذه ويأخذ السيولة التي تحتاجها الأسواق، هذا هو السؤال. ولكن نحن نعتقد أنه إذا لن يكون هناك حل ولا مساعدة من البلدان الناشئة مثل البرازيل ومثل الصين، إنها إذا هي البلدان هذه لن تعطي نوعا من السيولة ولا نوعا من المساعدة حوالي يعني 100 مليار ولا 70 مليار يورو إلى الصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى ماذا المبلغ ولا المقدار التي سيعطونه البلدان الأوروبية. إذن لن يكون مساعدة في البلدان الناشئة، سيكون هناك يعني إشارة خضراء، ضوء أخضر لبيع اليورو تحت دولار و30، وسنلجأ بطريقة تدريجية إلى دولار و25. طيب سأعود هنا. أشرف ذكرت بأنه شهدنا عملية التيسير كمي سابقا في الولايات المتحدة وشفنا تأثيرها على اليورو، اليوم لا تيسير كمي لا تغيير في الفوائد في الولايات المتحدة، ما معنى هذا الأمر مباشرة لليورو؟ قلنا احنا بصيف 2011 انه السبب الرئيسي ولا الطريقة الوحيدة لمساعدة اليورو ولا لخسائر الدولار انه سيكون هناك تيسير كمي ثالث من البنك الامريكي، لن نرى ذلك. فهذا كان نوعا يعني نتيجة خطيرة ولا سيئة للاسواق، لان الاسواق الان محتاجة الى هذه المخدرات التيسير الكمي من الاسواق، فلا نرى ذلك، واليورو كان بخسائر. السؤال هل سيصل البنك المركزي الأمريكي إلى تيسير كمي ثالث في 2012؟ لا نعتقد ذلك. سيصل إلى نوعا من التيسير ولكن لم يكن كمي، كما قال هذا الأوبريشن تويست الذي عملها. شو سوى هو البنك المركزي؟ إنه البنك المركزي الأمريكي اللي عمله بشهر 11 وشهر 10 ب 2010 إنه اشترى السندات على المدى الطويل وباع السندات على المدى القصير، فهذا النتيجة إنه لن يكون هناك أي نوع من الإضافة إلى التيسير الكمي إلا بمساعدة البونز ولا السندات على المدى الطويل لمساعدة قطاع الإسكان في الولايات المتحدة، ولن يساعد القطاع الأسواق ولن يساعد الثقة الأسواق، وهذا هو السبب إنه سيعطي نوعا من البيع ولا نعطي من سواء إلى اليورو، إلا إذا هل البنك المركزي الأوروبي سيدخل من نوع التيسير الكمي، هذا هو السؤال الكبير. ونحن نعتقد أنه سيكون حوالي إلى 30-40% احتمال أنه البنك المركزي الأوروبي سيدخل إلى نوع من التيسير الكمي. قبل أن نذهب إلى فاصل أشرف، أود أن أسألك سؤال، ماذا بإمكان المسؤولين الأوروبيين اليوم أن يقولوا؟ أي نوع من التصريحات اليوم يمكن أن تلقى أذان صاغية لدى الأسواق؟ وقد لاحظنا بأن الأسواق لم تكن يعني تريد أن تسمع كأنها في الفترة الأخيرة.
كان في كثير هناك تصريحات، فالآن الأسواق تعبت من التصريحات، بس ولكن إذا كان نوع من المساعدة للأسواق من التصريحات، إنه سيقولون إنه لما ندخل في العام الجديد في 2012 نحن متأكدين إنه سنصل إلى اتفاق كيف يمكن البلدان الأوروبية إنها ستساهم في هذا الإيفسف، وهو صندوق الاستقرار، ستساهم لتعلاية ولا لتكبير الإيفسف إلى 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 نقطة 1.4 تريليون يورو، وكيف سنساهم لتكبير صندوق النقد الدولي. وآخر إشي، سيكون هناك اتفاق في كل البلدان إنه سندخل في مرحلة التقشف هذه، وكل البلدان يعني متفقة. وآخرا الأسواق، الإشي الوحيد اللي يعني the magic bullet التي يريدها السوق، إنه سيدخل البنك المركزي الأوروبي يقول إنه نحن سنعطي نوعا من التيسير الكمي، ولكن لا أرى احتمال قوي لذلك. وأعود مجددا إلى ضيفي من لندن أشرف العايدي، الرئيس التنفيذي لشركة انتر ماركت ستراتيجي. أهلا وسهلا بك أشرف من جديد. سيتي تتحدث عن مستويات 2000 دولار للأونصة، ومن ثم 3000 دولار لأونصة الذهب في عامين، ما رأيك؟ نعم، لازم ندخل، ولازم من المشاهدين يفهمون إنه ماذا حصل في الذهب ولما كان هناك البيع. والجواب القصير إنه لما دخلون الهيدج فوند ودخلون يعني كل يعني صندات الاستثمار في ملجأ الأمان في الذهب، نحن نعرف إنه الذهب يعني كان طالع حوالي 21% في 2011، فكل الشركات وكل الصناديق التي دخلت هناك لما كانت تعاني من الخسائر في الأسهم وفي السندات الأوروبية، لما كان عندها كثير من الخسائر كانت تريد أن تقلص الخسائر هذه، فكانت مضطرة إنه أن تبيع الذهب التي دخلت فيه والتي شرته في مستوى أقل. فتم هناك يعني الإطار إنه البيع من ذلك، وذلك تم الخسائر من 1900 إلى 1500. هل ترى باع كبار للذهب يعني في المرحلة المقبلة؟ مثلا كان هناك حديث عن دول أوروبية من الدول اللي تحمل ديون كبيرة تبيع ذهب، هل تعتقد بأنه هذا أمر واقع أو ممكن أن يحدث؟ يمكن لا، ولكن كان هناك الكلام اقتراح انه مثلا اوروبا، انه ايطاليا، انه لازم ان تبيع ذهب، ولكن لا نعتقد ذلك. باخر المطاف انه يعني نعتقد انه سيكون هناك نوعا من السبورت ونوعا من الدعم للذهب في حوالي 1500 ولا حتى 1400. لازم نعرف الناس انه كمساله الفضه وكمساله الذهب، انه هناك العرض ولا السبلاي في الذهب في العالم الان يكون هناك نقص مقابل الطلب من البنوك المركزية ومن الحكومات. والواحد لازم يعرف انه لن يكون هناك تغيير في الديناميكيات، وطالما انه البنوك المركزية هذه انها ستستأنف في ضخ السيولة، كلما يكون هناك الكثير من السيولة انه قيمة النقد والفيات ماني، قيمة النقد ستكون اقل، ولذلك نحن نعتقد انه سيكون هناك نوعا من العودة الى الذهب في دخول في مستويات اقل، والمستويات هذه يمكن ان تكون 1500 وحتى 1450. بنفس الوقت الفضة سيكون هناك نوعا من الدعم في حوالي 26 و27 دولار. أشرف، الكثير من البيانات الاقتصادية الأمريكية تصدر هذا الأسبوع، ما الذي تنتظرونه منها وما الذي سيركز المتعاملون عليه؟ الأسبوع هذا بتعرف لن يكون يعني سيكون أسبوع هادي، ولن يكون هناك يعني الشيء الوحيد إنه ماذا سيعمل الكونغرس ومجلس الشيوخ في الولايات المتحدة في مسألة The Job Act ولا في مسألة برنامج انتعاش الأعمال القطاع الأعمال في الولايات المتحدة ولا الوظائف في الولايات المتحدة، وهل سيكون هناك استئناف برنامج تخفيض الضرائب الذي كان تحت رئيس بوش السابق. هذا هو السؤال، ولكن السؤال القوي انه الكبير انه في عندك ثلاثة بلدان في اوروبا الجنوبية انه يمكن انه لازم تعود الى الاسواق
أسواق المديونية، ويجب أن تطلب ولتعلي حوالي 600 مليار يورو. هل سيكون بإمكانها فعل ذلك؟ وهذا هو السؤال. فنحن نعتقد أنه سيكون هناك الأسواق سترى البيانات على الولايات المتحدة، فيكون هناك نوع من الصعوبة أنه سيكون تخفيض الـ unemployment rate والنسبة البطالة في الولايات المتحدة تحت 8 وتحت 7%. هذا هو سيكون إشي كتير مهم لنجاح رئيس أوباما في الانتخابات. ولكن المسألة الكبيرة زينة في عندك مسألتين في 2012. طبعا أوروبا فينا نحكي عليها لبكرة الصبح. والسؤال تخفيض فرنسا اللي في حكم المؤكد بات، أليس كذلك؟ نحن نعتقد ذلك زينة، نعتقد أنه بنهاية المطاف سيكون هناك تخفيض. السؤال هل سيكون قبل انتخابات ساركوزي ولا بعد ذلك؟ ونحن نعتقد أنه يمكن ستكون قبل. ولكن السؤال الكبير أنه هل الصين يعني نحن نعرف أنه سيكون هناك نوع من البطء، والبطء باللغة الصينية مش إلا ناقص 1%، ولكن من 8% إلى 5%. ولكن هل البطء في النمو الصيني ذلك سيكون له دور كتير سلبي على آسيا وعلى طلبات البترول من الشرق الأوسط وعلى طلبات الصين لأوروبا؟ الأوروبا الآن يعني في داخلة في حالة ركود. هل الحالة هذه ستزداد سوءا وسوءا من حيث الطلبات من أوروبا؟ وفي نفس الوقت هل البطء في الصين سيدخل أكثر 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 سوءا من أجل ولا نتيجة للانخفاض في الطلب الأوروبي للأشياء يعني عن الصينية؟ هذا هو السؤال الكبير. وإذا تدخل الصين في كتير في انخفاض، فذلك سيكون له دور يعني كتير سلبي على عملات أستراليا وعلى كندا، العملات التي تعتمد على مواد الخام ولا وعلى مواد السلع. أشرف، أخيرا وباختصار، ما الدور الذي لعبه شعور المتعاملين أو السنتمنت هذا العام في تحريك الأسواق؟ كتير كان له دور كتير كبير في الأسواق المديونية في ارتداد العوائد على السندات. البرتغال، إيرلندا، إسبانيا، إيطاليا. ولكن إذا تسأليني هل دور المساهمين ولا المتعاملين كان الدور الرئيسي الذي ازداد إلى مرحلة السوء؟ لا، يعني الواحد الناس بالحكومة يمكن أن يقولون المشكلة هي مع الأسواق. لا، هذا شيء ليس له أي ثمن ولا أي قيمة. المساكن أوروبا كانت مساكن منذ حوالي 3 سنين وأربع سنين وخمس سنين، ولكن الآن حان المطاف وحان الوقت، ظهرت إلى العلن تسهل. بالضبط. من لندن، أشرف العايدي، الرئيس التنفيذي لشركة إنتر ماركت استراتيجي، شكرا جزيلا لك.